بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، سعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. من هنا من ميدان الوغان لسباقات الهجن العربية الأصيلة نحييكم أجمل تحية صباحية، ومع انطلاقة شوطنا الأول الذي يضم هذه الثنايا المحليات الأصايل، وشوطنا الأول الذي ينطلق في هذا الصباح صباح يوم الأحد 18 من شهر 3 لعام 2023 للميلاد، نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. لنذهب إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد بالسبع، الدرعية تواصل في هذه اللحظات مقدما لنا أيضا هذه الانطلاقة وهذا التحدي من الاتحادية، بينما ثاني الأسماء يتواصل في هذه اللحظات مع نجود حمد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري، من يتواصل على ثاني الأسماء مقدما شعاره وتحدياته مع نجود على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث هناك زيارة مبارك بن ناصب يوعان الشامسي يأتي في هذه اللحظة على ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء يتواصل شعار أحمد بن سالم بن متعب العفاري، من يقدم لنا الذاير هنا في هذا التحدي والمنافسة على رابع الأسماء، بينما هناك خامس الأسماء يأتي شعار أحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري يقدم لنا سمحة مع خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء هنا التواصل وهناك الغدوم في هذه اللحظات من شعار حمد بن سيف بن عبد النعيمي يقدم لنا سمحة أيضا في هذا التحدي، بينما هناك الدخول والوصول في هذه اللحظات والتواصل أيضا من مطفي علي بن سالم بن علي الدرعي يتواصل في هذه اللحظات، شعار بو داود هنا من خلال هذا المسار وهذا التحدي والمنافسة الرائعة والجميلة التي تدور ما بين هذه الأسماء، الوصول والقدوم أيضا في هذه اللحظة على ثامن الأسماء، والتواصل أيضا في هذه اللحظات من شعار علي بن الدحف بن سعيد بن زفنة العفاري، من يقدم لنا هناك أيضا عوايد في هذا المسار وهذا التحدي على ثامن الأسماء. إذن المركز التاسع، تاسع التحديات هنا القدوم والتواصل مشاهدين الأعزاء من حشيم لعبد الله بن عبيد بحلوس بن ذيبان العامري ياتي في هذه اللحظات على تاسع الأسماء. هذه نتيجتنا متابعين الكرام لهذه الأسماء المتواصلة والتسعة الأسماء المتواجدة في هذا الشوط الأول الذي يحمل هذه الثنايا المحليات. 8 كيلومترات هي المسافة مشاهدي الأعزاء ضمن إشارة الديوان 11. متابعينا الكرام، لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى مقدمة هذا الشوط، ويتواصل في هذه اللحظات شعار بن طماطم هنا مقدما لنا نجود في هذا المسار، حمد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري من يأتي مقدما لنا شعاره وتحدياته وإبداعاته في هذا الصباح مع هذا الشوط الأول، بينما ثاني الأسماء الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء هناك الذاير وأحمد بن سالم بن متعب العفاري من يتواصل في هذه اللحظة مقدما شعاره وتحدياته مع الذاير في هذا المسار، بينما هناك الغدوم والتواصل على رابع الأسماء والقادمة في هذه اللحظات سمحة حمد بن سيف بن عبد النعيمي يتواصل هنا النعيمي بشعاره ويقدم لنا سمحة في هذا المسار. المركز الخامس هناك زيارة لمبارك بن ناصب يعان الشامسي هنا يأتي مقدما لنا زيارة في هذا المسار. سادس الأسماء هنا التواصل من مطفية وعلي بن سالم بن علي الدرعي يتواصل في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره ومقدما لنا مطفية في هذا المسار، بينما هنا
الوصول وهنا التواصل أيضا في هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام على أيضا سادس الأسماء أو سابع الأسماء. نعم بالفعل يتواصل في هذه اللحظات شعار أيضا رائع وجميل من خلال هذا المسار والتحدي، وشعار علي بن الدحبة وسعيد بن زفنة العفاري من خلال هذا التواصل بينما هناك الغدوم والوصول أيضا في هذه اللحظة، والتواصل من شعار حمد بن سيف العبد النعيمي يقدم سمحة في هذا المسار بينما هناك الغدوم الآخر في هذه اللحظات من سمحة أخرى، وأحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري هنا بدأ يتسلل بشعاره ويتقدم بشعار بن هدفة في هذا المسار وفي هذا التحدي والمنافسة الرائعة والجميلة من خلال هذا المسار. ناخذ اللي قادم هنا على تاسع الأسماء، ويتواصل هناك أيضا شعار عبد الله بن عبيد محروس بن ذبان العامري من يقدم لنا حشيمة في هذا المسار وهذا التحدي من خلال تواصل شعار بن حلوس. هذه الأسماء المتواصلة أيضا بالانطلاق والتحدي والمنافسة، وثمانية كيلومترات وأسبوع الكبار، تحديات رائعة، انطلاقة جميلة، شعارات مميزة حاضرة بكل قوة هنا مترجمة هذا الأداء، مترجمة ومعبرة عن هذه الانطلاقات والتحديات. وأيضا هنا فئة المحليات الأصايل وإنتاج الدار ناتي هناك إلى مقدمة هذا الشوط من غيرة إلى الصدارة الأولى. هنا شعار بالدحبة يتواصل، شعار بالزفنة هنا يتواصل من خلال أيضا هذه التحديات، يقدم لنا عوايد علي بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري هنا أحد شبابنا الرائعين في هذا العالم الساحر، يقدم لنا عوايد على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول. بن طماطم هنا يأتي على ثاني الأسماء، يتواصل في هذه اللحظات شعار هلال بن مبروك بن طماطم العفاري، ويتواصل هناك مع نجود حمد بن هلال بن مبارك بن طماطم بن مبروك بن طماطم العفاري أيضا من خلال تواصل شعاره وتحديات هذا الاسم. المركز الثالث هنا يأتي شعار علي بن سالم بن علي أبو داود الدرعي، يتواصل مع مطفية في هذا المسار الرائع والمسار الجميل. أيضا هنا التواصل من شعار أبو داود أحد شبابنا المبدعين دائما وأبدا مع نجوم التحليل وتحديات هذه الأسماء والمهتم أيضا بهذا العالم الساحر، يتواصل بشعار مقدما مطفية في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة. بينما هنا رابع الأسماء يتواصل ويتقدم أحمد بن سالم بن متعب العفاري، يأتي في هذه اللحظات مع الذائر بينما هناك الغدوم والتواصل على رابع الأسماء، يتواصل مع الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد بن سبع الدرعي هنا يقدم الاتحادية على خامس الأسماء. بينما سادس الأسماء يتواصل بن يعان يقدم زيارة مبارك بن ناصر بن يعان الشامسي هنا يتواصل مع زيارة بمتابعة أحد شبابنا المبدعين دائما وأبدا مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي من يرافق هذا الشعار ويتابع انطلاقة زيارة في هذا المسار والتحدي والمنافسة الرائعة والجميلة. بدأ شعار بن حلوس يأتي هنا سابعا، ينضم في هذه اللحظات مع أيضا حشيمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذبان العامري، بينما هناك الدخول من شعار بن هدفة يتواصل على ثامن الأسماء، يقدم لنا سمحة أحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري. بدأ أيضا هنا يستهدف الصدارة من خلال تواصل شعاره وتحديات هذا الاسم. بينما تاسع الأسماء يأتي شعار النعيمي حمد بن سيف العبد النعيمي، يقدم سمحة على تاسع الأسماء. هذه النتيجة متابعينا الكرام أذعناها على مسامعكم للمرة الثالثة، لنعود إلى مقدمة هذا الشوط متابعين الكرام ونقترب من لوحة 2 كيلومترات. هنا مشاهد الأعزاء ما تبقى من مسار هذا الشوط، والانطلاقات بدأت هنا والتحديات
والاغتراب أيضا الشعارات تغترب من بعضها البعض أيضا هنا من خلال هذا التحدي والمنافسة الرائعة والجميلة. سن الثنايا وأسبوع الكبار وما أجمل وما أحلى دائما الرقصة مع الكبار مع التحديات والمتعة والإثارة الحاضرة مع هذه الأسماء. أعود إلى الصدارة، أعود إلى من غيرت في هذا المسار والتحدي الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد بالسبع. الدرعية تواصل في هذه اللحظات هنا من خلال هذا المسار، بينما هناك أبو داود قادم مع مطفية في هذا المسار. علي بن سالم بن علي أبو داود الدرعي هنا يتواصل أيضا في هذا المسار الرائع والمسار الجميل، بينما هنا شعار بن طماطم ياتي ثالثا مقدما لنا هذه الانطلاقة والتحديات مع نجود وحمد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري ياتي ثالثا، بينما رابع الأسماء هناك أيضا حشيمة أو هنا نعم بالفعل شعار علي بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري من يقدم عوايد وهناك الوصول هناك القدوم من حشيمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم حشيمة، بينما شعار أحمد بن سالم بن متعب العفاري قادم في هذه اللحظات يتواصل أيضا بشعاره يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة الرائعة مع الذاير. بينما هناك بن يعان أيضا بدأ يتسلل شعاره ويتقدم مع زيارة مبارك بن ناصر بن يعان الشامسي، وهنا أيضا بن هدفة قادم في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره وتحدياته مع سمحة أحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري، بينما هناك الوصول شعار النعيمي قادم أيضا في هذا المسار حمد بن سيب العبد النعيمي. هذه نتيجتنا لنعود إلى بوابة الكيلو المتر الأخير، بوابة الكيلو المتر الأخير وهذا القلاف الجوي الصاخن الذي يأتي لنا بالتحديات يأتي لنا بالانطلاقات والوصول هنا مشاهد الأعزاء إلى لوحة واحد وشعار أيضا هناك بالزفنة يتواصل في هذه اللحظات مع عوايد بدأت تنطلق عوايد في هذا المسار، وعلي بالدحبة وسعيد بالزفنة العفاري من يأتي هناك مع عوايد، بينما الاتحادية قادمة بشعار عبد الله بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي، وهنا التواصل والقدوم من حشيمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري أيضا يأتي هنا على ثالث التحديات، بينما هناك القدوم من الذاير أحمد بن سالم بن متعب العفاري، ولكن هناك بالزفنة يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره وإبداعاته في هذه اللحظات مع عوايد هنا تأتي بهذا الاندفاع المميز هنا على الصدارة الأولى مع الشوط الأول للمحليات الأصايل. هنا متابعي الكرام يتواصل أيضا شعار بالزفنة هنا مقدما لنا هذه التحديات، ما شاء الله راحت وانطلقت بالفوز والانتصار تقترب من خط النهاية. سلام بالزفنة، سلام علي بن الدحبة بن سعيد بالزفنة العفاري من يقدم لنا عوايد، سلام تهانينا والناموس وسعدت صباحا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني كان الدخول مشهد الأعزاء من شعار أيضا مبارك بن ناصر بن الشامسي مقدما لنا زيارة، بينما المركز الثالث كان شعار أيضا علي بن سالم بن علي الدرعي رابعا. المركز الرابع كان شعار أيضا هناك متابع كرام أحمد بن سالم متعب العفاري خامس الأسماء. المركز الخامس الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي. عودتنا بالتهنية والناموس لمالك أيضا عوايد علي بن الدحبة بن سعيد بالزفنة العفاري، وتوقيتها الزمني كان أيضا 13 دقيقة 27 ثانية 53 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.